منذ الساعات الأولى لفتح مقر لاقتراع أبوابها في الولايات المتحدة، اصطف الناخبون الأمريكيون في مختلف الولايات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نصفية وصفت بالأضخم من حيث المشاركة والصراع الحزبي وتبادل الاتهامات التي وصلت لحد العمالة والتخوين. وقد حرص الأمريكيون شعبيا وإعلاميا ورسميا على متابعتها، والكل هنا يؤكد أنها ستغير مسار بلدهم على الأقل في العامين المقبلين. إنها فرصة رائعة لأسجل نفسي وأنتخب. لدينا شكوى من أن المشرع الحالي لم يفعل شيئا من أجل التغيير، وأنا هنا لأعبر عن رأيي، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية أيضا. العملية الانتخابية وباستثناء التراشق الإعلامي بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي تسير بثبات، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية اتخذت الاحتياطات كافة حتى تمنع تدخل جهات أو دول في سيرها كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة. وقد دخلت كاميرا الغد إلى إحدى اللجان في ولاية فيرجينيا وسألنا المراقبين لهذه الانتخابات عن حجم الإقبال وما يميز هذه الانتخابات عن غيرها. الإقبال كبير والناخبون مهتمون جدا بعملية التصويت. توجد إثارة واضحة في هذه الانتخابات، لكن عملية الاقتراع تسير بشكل جيد. استطلاعات الرأي ومع سير عملية التصويت تشير إلى أن الديمقراطيين قد يتمكنوا من السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، بينما سيتمكن الجمهوريون من استمرار قبضتهم على مجلس الشيوخ. كما سجلت مراكز المراقبة أن المستقلين من الشباب والنساء والليبراليين سيصوتون للديمقراطيين، بينما سوف تذهب أصوات المحافظين واليمين الأمريكي والبيض للجمهوريين. إنها انتخابات مهمة للغاية، وأنا أرى كثيرين هنا لأن الكل يعلم أن القرار مهم للمستقبل. المستقبل السياسي للرئيس دونالد ترامب على المحك، وهذه الانتخابات هي استفتاء على شعبيته. إذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على الكونغرس فسوف يعارضون الرجل، أما إذا تمكن الجمهوريون وترامب من استمرار السيطرة على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب فسوف يتمكنون من تنفيذ أجندتهم بالكامل. خالد خيري، الغد، من داخل إحدى اللجان، فيرجينيا.